السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الصباحي والورد والميلاحي، صباحكم صباحين، صباح الكحل في العين. والله مرحبا مرحبا بالمتابعين الأعزاء، ومرحبا بالناس كلها حتى اللي ما يتابع بعد. مرحبا بك، أسوي وين القط الدورة؟ ما يتابع اليوم بيتابع خلاف. ترى مجدم الحسنات يستوفي اليومين، ياسين نرمس ونسولف عندك ودونك، نقول لكم الاخبار والعلوم للي لاجل اللي يبوي بيفرع عن خاطره، يبي يسمع العلم الخبر المعلومه الجيده موجوده، السالفه الخريريفه عندك دونك العلوم، يعني كل شيء متنوع موجود. هذا عاد الانسان اللي يبي يدور الاناس والفرح، لكن عاد اللي يدور الضيج ويدور الكدر، ها وين اصنع لبخت؟ انا ما اصنع لبخت، ما بيدي حيلة، الحيلة جليلة ولله الحمد. لكم لاحظوا يامعة النخل كيف اليامعة هاي، القلب هبل، القلب اليامعة اللي تحت هذه اللي تشوفونها، هذا اللي تشوفون في النص هاي يسمونه القلب، واللي تحت هاي يسمونها اليامعة. شوفوا الزور الخضر لين وين، الزور الخضر اللي يريد والسعف لين وين ممتغط. شو السبب؟ ها، لانه السماد ياب فايدة، تسميد الأولي اللي هو قبل ثلاثة شهور، اللي قبل ثلاثة شهور شهر 11 و12 و1، من قبل ثلاثة شهور كل نخلة محطوطة حتى يونيتين وثلاث من السماد الطيب الزين المعالج الحراري، فلذلك تلقط القلب خضر واليامع خضراء، ما تلقط اللي يريده والخوصة والسعفة ما تهي بس لأنها محصلة تغذية. ونرد نسمده مرة ثانية في شهر 1، ونرد الحين بعد نسمده في آخر شهر 2، يعني ما مش أقل عن 3 مرات ينسمد في الموسم، فلذلك تلقط الحمد لله يكون الإنتاج طيب، حجم الرطبة تختلف، الصحة طعمها ومذاقها يختلف. لنخلة روحها تغدي بخير، لنخلة كان هنخلة ولا بتس ولا عوانة كل ولا صار ما صغيرون ولا اللي الله كاتبنا كله غادي زين وغادي طيب إذا أنك بتعبل منه، لكن إذا بتخلي زرع الله وعلى الله، بتخلي زرع الله وعلى الله، تحيدون تنخيل لوش قاعد شكلهن، لو نخيل أطرافها تهيف بسرعة تغدي هايفة، والزورة تغدي أطرافها يابسة، والخوصة كذا الأمثال تتجلود. شو السبب؟ لأنها ما شيء تغذية ولا شيء رش، الرش الدوري هذا وايد ضروري، كل شهر وشهرين المكافحة وايد ضرورية بالنسبة للنخل وبالنسبة للزراعة كلها. واليوم بنرويكم طريقة رش المبيد، طريقة صناعة ورش المبيد العضوي اللي روحك تسويه في البيت، اللي قلناكم مكوناته ثوم وزنجبيل وخل اللي هو السركة وفلفل أحمر، هذا مبيد وقائي وعلاجي في البيت تصنع، ما يبال دق طبول، لا صدع لا ديانة لا همك الله لا هم يحزنون. بنرويكم الطريقة، وقلت الخبيريين اليوم المهندس الساعة 12:30 حق نصور لكم الطريقة ونرويكم إيش قال طريقة خدمة الشيء هذا إن شاء الله. يلا بنا نساعد خلاب، تعال اليوم بعيون بعدين نظفون الستاير، ستايرنا مغبرات غبار الدنيا كله فيهم. لقطنا الشركة قالوا بيوني اليوم يسوون الستاير وما بيشلونهن، قال لي نحن بننظفن هم مكانهن. قلنا ما علي تعالوا بنشوف، قال لي بيون على الساعة 9:30 تقريبا. أول شيء جود مورنينج، جود مورنينج هدى، صباح الخير. الحين شو تسوي لي؟ المخ، مخ مال الطريقة المغربية. هذا عبارة عن شو؟ عن شوية بصل ثوم، كزبرة، شوية فلفل. كزبرة؟ كزبرة قولي لي. كزبرة. كزبرة. وملح وشوية فلفل. وخلاص شو تحطين عليه؟ بس شوية زيت زيتون. وهذا؟ هذا البيض حقه. ما سمعت شي بثير طاري. البيض هذا البيض مالك. هذا مال الصغار، يبي هذا البيض؟ يبي الصغار؟ أربي حتى نربي. بسرعة كم ما يخلص هذا. هذا البيض اللي انا استعمله مال السمان. هو في ناس يبيض البيض، في ناس يبيض بلاش، بس احسن بالبيض. احسن بالبيض؟ شكرا يا هدى. ثانك يو. يستوي قرص هدى؟ ايه. قرص وينحط في الخبزه اللي ناكلها؟ قرص وتحط في الخبزه. قرص، شريت القرص العادي. وتحط في الخبزه مالتك. زين، وفي خبزه في هذه اللي هي الخبزه المغربيه. تعال شيل لي عادها،
اللي كان فيها اطرافها فوق شوي ونت هذا شلي القطي هذا خلي ولا شيء منه. ثانك يو. يوكم ويلكم. طلعتي المخ هذا من المخ البارحي مع الخرفان اللي صار هاي الاثنين لما انقرض الحرافي لما الراس تقردوا يعني تكسره تطلع المخ وهوني هي ايوه بعدين تحطه في شويه ماي بارد شويه ملح بس وتخليه زي بس صاصريني اسب الناس تسمع شو انت ما عليه هي انزين وعقب بس تحطه في مشخله عشان ينشف تخليه بعدين تخدمه نموت حمس البصل وتسوي الحمس العادي حمس البصل والثوم وقزبره بس وقزبره تسمى مع القزبره وخلاص تعقم عليه البيض متى هاي تعقم تعقم البيض لا حنطول والله بس الحر شوي وهذا يا وقت المخ المخ والبيض الحين تم قرص واحده وينحط داخل خبزتي هاي ان شاء الله شكرا جزيلا ثانك يو بس هذا ابوي طريقته هذا امه وهذا ابوه كان حد يروم الصباح الله خير ياكل مخ ما في حيلة ما في بالعمارة صورت يا سمح حق بهرمني في المطبخ ما في حيلة يلا بصباح خير ما تصبح تقول لا إله إلا الله وأنا مصبح أكل مخ أكلت لحم البشر سلام عليكم صبحكم الله بالخير صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور والله مليون مرحبا صلاح ترى موجود مرحبا 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 ابو احمد يا جود مورنينج يا جود مورنينج جود مورنينج صليح جود مورنينج جود منو زين ايش تبانا نسوي بعد ما يصبر عن الكلام ولا نصبر عنه صباح الخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سكر باب يقول لك سكر ارباب يقول لك سكر باب صباح الخير شيء واحد ابوي ما حبني اليوم ولا لوى علي ولا قال لي كمل خبر ولا قال لي وين الحبه؟ الله الله وين الحق؟ حق من الكبار قول صباح الخير لا هني طلع التليفون قول صباح الخير تمام لا قول صباح الخير قول انتم بخير قول صباح الخير هل العيد تمام لا العيد لا صراحة قول صبحت الله بالخير يا بنت سعيد سعيد صبحت الله بالخير يا بنت صراحة لا صد هناك صبحت الله بالخير يا بنت سعيد سعيد قول صبحت الله بالخير يا بنت سعيد تعبان ما بطايع يا بنت سعيد شو اسوي بعد خير ما سمعك بنت سعيد حبيبي سعيد زين زين الحين بنزله هذا بطرشه لها عاد خصوصي هذا الله يحفظكم اللي خبرتكم عنه هذا يسمونه شاي البتموس او شاي السماد هذا الحين شفت خمر يومين ثلاثة ايام وحين يسكوبه هذا احسن طريقه لوقت الزهر يعني والمتبرد حتى لو بيحط حق الزراعه الكبار الزرع الكبير ما شيء مشكله لكن الاخير الورود يعني والاشياء اللي تتريم وراها ناتج سريع يعني هذا شيء وايد زين يقوي الشيره وينميها كل شيء زين تستعب اي شيء تخص به زراعك بالشيء الزين تعبل منها هي تعبل منك شو اعطيت الحين ورد وشو بعد هذا ورد هذا كله اعطيه اي قدام البيت هذا اي هذا اللي هناك هذا كله اعطيه اها هذا كله خلاص في فايل صغار كله اعطيته لا في فايل اليوم متى بتعطي في فايل يا بكره الصبح ان شاء الله ان شاء الله ليش زعلان يلا بارك الله فيك يلا الحين من يخلص هذا بيكون في شيء سماد تحت ولا ما في سماد؟ سماد موجود موجود واحد درهم زين لكن في سماد باجي تحت؟ تعال راوني اياه تحت راوني الحتاله اللي تامه تحت حق نرويكم الطريق اي اليوم شو خدمتهم وايد بتيكم السماد اللي باجي جيب شيء واحد ما هاي تعرف عبس انهضت شيء النمونه على يم شوفوا ها هاك السماد راكب تام مكانه زين ونحن نستغل الماء هذا هذا الماء هو اللي فيه الفائده الحين من يوجف زادوا مره ثانيه بعد حق مره واحده بعدين بدلوا عاد هذاك يازم جليل النفع هذا خلاص فايت ومز ظهر الصلح ماله يدشون يعقون تحت الزراعه تستفيد بعد من الزراعه شكرا يا شامبي زين يا شامبي يا ابو المرق يا الكراعه انا احبك انت وين
شكرا شامبي شكرا ثانك يو بابا. بعد هاي طريقه السماد اللي خبرتكم عنها، وباجي الله يحفظكم طريقه الرش. طريقه الرش ان شاء الله اذا الله جعلنا مرحيين، وبحيل اللي ما تنام عينه الحين اتريى المصوري اللي هو منهل المهندس منهل بيصورني يا بنتي جهاز حق نرويكم طريقه طريقه كيف الخلط تخلطونه وش قال التركيب، وهذا سهل للغايه وامن. مرحبا باللي لفعاني، تتشرف عائله المرحوم غدير سعيد سويد المنصوري وعائله محمد سعيد محمد الظاهري بدعوتكم لحضور زفاف نجليه مع عبيد على كريمة محمد سعيد محمد الظاهري للرجال يوم الأربعاء الموافق 23/1. ها شوف الكرت واصل قبل حشر بعشر 23/1 بعد صلاة العصر في مجلس البطين في أبوظبي. وللرجال للنساء يوم الجمعة الموافق 25/1/2019 الثامنة بس في قاعة سانت ريجنز السعديات في أبوظبي. مقوات باسكن يا الحريم هناك مرة مقواك تحلق والغلبطو حاضري إذا الله كتب ونحن موجودين عيون نتيكم، وما كنا موجودين ترى العذر والسموحة. وقت المدخن والريح الطيب والشي الفنان اللي ماشي شراته. تعال صلاح بدخنك يلا. هذا شو حينه؟ هذا توم. هذا توم مشروخ بمكينة زين ما زين مولينكس زين صح؟ يا الله احتشرت الدنيا. ود 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 منك شو اللي بحطه هناك؟ وهذا الخلاي خبرناكم عنه، هذه أول دفعة. هناك هناك كورنر كورنر هناك أيوة ثانك يو. هذا التوم مشروخ ما بلازم اشرحها قدامكم بالمكينة المولينكس هذه ور يحطوا كل شوي ونقفها الكبير وصبوا مزرومه انشرخ زين ما زين صفوه بالمصفى وحطوه في بالدي وكذا الامثال كذا الامثال لين تخلص الكميه اللي هي كيلو الثوم. عقب الزنجبيل تحط اربع كسرات تمزر البالدي مالين عينه وينشرخ يا دي شرات الحليب وتزله وتزله وتصفي وتزل وتصفي في المصفاه ما تلقى هواء يصفي غادي شرات الماء مم الخرسي غادي وتيمع هذا في بالدي وهذا في بالدي والفلفل الحمر في بالدي والخل ترى تعرفونه ثلاث قلانة من هايل البواد يسمونهن جريكن هذا 3 لتر ولا 4 لتر ولا 6 لتر يزيد يكسر ما بمشكلة لأن هاي أشياء طبيعية ما يضر إذا ما ينفع ولا ما هذا وقائي وليس علاج. علاج شيء بسيط لكن وقائي أكثر 90% وقائي و10% علاج. وإن شاء الله أنه هاي الوصفة مجربنها الأخ العزيز حمد البيرق وهو يطريها وهو يمدحها وموجود العالم كله تستعملها قبل الكيماويات وغير الكيماويات. أخير عن الكيماوي بلك 600 ودي الحين ريح احتشر بقعتنا بكبر احتشرت من ريحة قوة الثوم. هي ايش بسوي ضروري للحمضيات. هاي الكمية الثانية هذا الزنجبيل وهذا الفلفل الحمر يلا كل ود هناك هناك ود بارك الله فيك. ها شو حبيبي هذا دواء ها تعرف ان دواء الزراعة حبيبي الزراعة. وليش اليوم ياس بعيد عني بعدين شكرا انا ما نسيت انا بس يريد باسبورت مال انت فيزا مال انت بس هي قلت لك ذكرني لا بارك الله فيك قلت له يا ولا كلمته قسم بقيت الا ولا عرفه ما قلت ما قلت ها صلاح صلاح هذا منو سلم زي الرجال سلم سلم زين زين وليش ما تنش واجف ما تريد صباح الخير قلت لك صباح الخير صلاح تعرف هذا منو منو ولا لا هذا انت تدري شو انت داك تليفون على تليفون محسن هسه بيفتح لك الباب زين وهو حين نسى ان هذا تليفون محسن نسى يلا زين يقول لك ربة قهوه ما اعرف كلام يعرف كلام عربي شايف انه فرنسي يعني. صباح الخير يا ابو ابراهيم جود مورنينج شو اخبارك صلاح يلس حبيبي عند محسن
أنا بصير عندي عمال يشتغلون في البيت. لا لا تحت. ما شفت معنا شفت معنا حين لازم تتشوفهم. إيه. شو تسوي؟ ما شكرا. إنزين. ترى يعني خمس دقايق بيك إنزين. يلا. محسن يرسولف عليه. يوتر صلاح صار مصر ويلس في مستشفى العباسية كمل ما أدري كم سنة وعقب سرنا ويبناه ولا لا. العباسية كنت جاب. الأول يوم هو صغير صاحب محسن وديناه مستشفى العباسية ودوه خبروه بتخبيل ولا كان الأول عقل عن شيء مينون ونص ما بي فلاعك معي ومن هل كان وياهم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الله يسلمك يا رب. كيف انت؟ يا ابو كنت شايفك مدير بنك. ما شاء الله عليكم ما شاء الله. الحين شو بتسوي لنا اياه؟ شو الخدمه اللي بتسوي لنا؟ هلا احنا راح نغسل عندك ان شاء الله ستاير والكنب والسجاد. انزين ان شاء الله. ياخذ وقت وايد؟ لا ما في وقت كثير. يعني الستاير ممكن تاخذ بين الكنب ستاير تقريبا بين ساعتين لساعتين ونص بالكثير. كامل البيت؟ كامل. كم نفر انتوا الحين؟ اربع انفار وانا مديرهم على طول. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو المواد اللي تستعملونها؟ شو طريقه المواد تعقيم عفوا نستعمل زائد بخار دفع بخار قوي جدا. نعم. باي عفوا حشرات او بكتيريا تقتلها داخل الكنب او السفر. زين الحين التنظيف هذا لازم كل بين فتره وكم وكم يستوي؟ نحن تدري من سكننا البيت من 11 سنة مرة نظفنا نحن هاي بس يخبطونهم من برا لين برا. هل هم يريد التنظيف؟ هي عفوا احنا المنطقة عندنا فيها شوية غبار زين فلازم كل من شهر لثلاث شهور ينغسل مرة والله عشان تعقيم كامل بالضبط. وهلا حتى السجاد الجديد عفوا او الكنب الجديد لازم انه ينغسل. زين هل هو الحين يرد مثل ما كان سامعني؟ لا تعال جديد. انزين بنشوف. هم معداتهم ما شاء الله ها مكاينهم اغراضهم قشراتهم ها دخولهم البيت كان مميز ونظيف. طع ريولهم ها لابسين هذه الليغات شرف مال غرفه العمليات كافينا الشر ها كبرهم يا ابو هاي تصالقون. الحين اول شيء هذا هاي ماده للتعقيم. زين وخلاص بعدين نضيف عن طريق البخار. وكيف ينشل هذا اللي رشيته الحين؟ هذا بنسحبه في فاكيوم نسحب كل شيء ويصير في نفس اللحظه وينشف لغايه 90% نشف أقل من ساعة بيكون جاهز إن شاء الله. إن شاء الله. ربي اليوم ها تحرك طيارة بتقلع ما شاء الله. هاي ماكينة رايس ثاني كبري هاي. الله ما شيء غلبها. ما أقول عن كل شيء. ما أعتقد بيخلصون في خلال ساعة. وايدات الستاير ها ها الستاير مع كذا مع كله اعطيني من ساعتين لساعتين ونص كله زين كامل ساعتين ونص يكون كله جاهز باذن الله تعالى. شو اسمك انت؟ ماجد. ها؟ ماجد الحرفوني. ماجد؟ ايوه. شكلك ما بمال ماجد؟ والله شكرا بارك الله فيك. يا رب هالحلط كل ظهر من كراسينا الحلال ذوقهم. اللي حركوا الكراسي هم اللي شلوا كل شيء وبيردونهم مثل ما كانوا. راويكم قبل وبرويكم بعد. قبل وبعد شو الحين ما شاء الله هذا ترتيبهم وايد شيء فنان. ماجد الحلحولي. شوف الحلحولي بعد؟ أيوة. ما صدق ماجد. شوف ماجد
الإنسان شركته كيف يستوي لها تسويق، كيف يستوي تسويق للمنتج اللي أنت تسويه. إذا شغلك زين ومرضي الله سبحانه وتعالى، الناس كل الناس مش ما تعرف تنتظر ردة فعلي أنا أو زين أو عبيد. اللي ينجح العمل سواء لوافد أو مواطن، الناس كلها خير وبركة، أي لكل مجتهد النصيب. إذا كان اجتهادك جيد تأكد أنك بتلقى ردود أفعال جيدة وممتازة. إذا كان اجتهاد نص اللبس راح يكون المردود نص اللبس. تعرف يعني نص اللبس؟ صحيح طبعا. بارك الله فيك. الله يسلمك. جزاك الله خير. بالنسبة للمتابعين الجداد اللي كلهم يسألوني منو هذا، عن صلاح. صلاح أخوي ولد أمي وأبوي. صلاح أخوي من الأم والأبو. ما أدري ليش ودي يسألون منو هذا صلاح أخوي. كيف الحين شو أقدر أجاوب؟ شيخ يفتي جواب بس أخوي. وعلى رأيكم من أجمل الملك يوغرت في تنتي يا لندن؟ الحقوا الحقوا، سمعوا الأمر. شرطة أبو ظبي تضبط شخصا قتل زوجته طعنا بالسكين بسبب خلافات أسرية بينهما، وتعرب عن أسفهما بوقوع هذه الحادثة، وتدعو إلى ضبط السلوك وأهمية تحلي الأزواج بالمسؤولية في حل الخلافات. بعد شو خلافات الحين جت لها وصارت أبوي من شي من شي سهلها. أنت الحين يا المدحوبة يوم تشوفين شري وتشوفين نسر بخوز عنه، تشوفينه هلاغي وتشوفينه متهور وسار جده السكاكين واجهه بيج تلج، خوزي عنه مدحوب هذا خبيله. لو في عقل ما تهد وياك. لا والله واي الباحن احنا نرمس عن هالموضوع. ليه قبله وليه قبله وليه قبله؟ قلنا لكم ابوي تبرضوا صغروا نفوسكم لين الكلمة الطيبة الكلمة الحلوة الكلمة اللينة. الطيب يظهر الطيب عايب الطبيب، والكلمة الطيبة تظهر الغول من السرب. الحين من يقول الريال كلمة عفدت له الحرمة إلا سيفني واسترسلك، من يقول الريال من تقول الحرمة كلمة عفد لها الريال بالشواهيج. معقول نحن وصلنا إلى هالحد؟ وين الحرمة المنكسرة يوم بيتكلم ريلها خذت الهدوء؟ وين الريال اللي يوم بيسمع حرمته مشتطة وطايفة بحالة يأس وصدع وديانة لان لين هي تنقع وتخلص نجيحها وعقب أبوي يريد يتفاهم وياها؟ وين 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 العيشة المرنة؟ وين سلاسة الحديث؟ وين الأخلاق؟ وين الطبع الإسلامي والتربية الإسلامية والبيئة والعادات والتقاليد اللي نحن ربينا واستوينا عليها؟ الرجال يوم يباغم حرمته تسكت، الحرمة يوم تجلس ترى ماخذنها تدريب أنا لغاية، تدريب أنا بنات عمها ما يرمسنها، تدريب أنا ما تزور مقاطع إيرانها، مقاطع خواتها، مقاطع أمها. شو تريم وراها مصلوح؟ تراك رضيت بها وربت عيال خلاص. شو بتتعدى الحين؟ ما من خذ التوهين نسره الحين تبغى تغدي مثالية؟ ما بتغدي مثالية، نسره وبت بنسره دبت الحياة. والرجال بلسان طويل اللي أخلاقه مش حميدة ترى حسب الروادم يوم بيوزون بنتهم صاروا يسألون عن الرجال. وليش الرجال صاروا هل يسألون عن الحرمة إلا من هذه وامثالها؟ هب تأخذ واحدة من السكة وتعقها في نص طايفة محافظة، ولا بنات عرب وقبائل تدس بينهم واحدة نسرة تجلس تفتن وتغدي تلبج الطوائف بعضهم ما بعض؟ هذا هو نحن هذا اللي نرمس عنه. اللي بيتنقل ولده يتنقل بني الصالحة، واللي بتنقى حق ولده واللي بتنقى حق بنته يتنقى الرجل الصالح. ما يصير يتنقى رجال من 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 بؤرة فساد، ما يصير تتنقى وحدة من عريش في سواد ويه وخياس وما أدري شو. لا لا دمي يوم بياخذ خد. أقول لكم يا نظيف جاي على غفلة، ضيف شخصية وايد أحبها بيني وبينهم صداقة قديمة من يوم نحن يا هاد. جاي هو يا فريجة على الحين بينقطع التصوير لين خلاص برد نصور.
هذا سالم علي صديق الطفولة. وسعيد كيف حالك؟ بخير يا ابو محمد. والله تو ما سفر بيتنا، تو ما سفر البيت، والله مليون مرحبا. وجودك وجودك مليون مرحبا ابو سعيد، مشتاقين لك والله. يا سعد حظي، يا سعد حظي بهالييه اليوم. والله فرصه طيبه ليك عاد الا خبرتنا انك يا ييه. احنا ما بغير طالعه انا ايش قبع الغريب قد خير عنك. الله يسلمك يا سعد حظي انك سالم علي جايني اليوم يا ربي. ورابين ضربه. اي نعم اي نعم. الله يا زينه من وقت يا سالم علي، يا زينه من وقت. وما شاء الله انت من النوع اللي ما عول بعد ما شاء الله. ما شاء الله تبارك هاي من الرياضه طالع. اللهم لك الحمد. الرياضه مره بنود. الله يحفظك يا ابو سعيد ان شاء الله ويخليك يفرح فيك البركه. انزين الحين لازم تعرف العرب، انت منو؟ انا اسمي سالم علي الزعابي. اي صديق قديم. صديق من سنين يعني. ايام الطفوله. ايام الطفوله يا زينه من وقت يا سالم علي. الله يحفظك يا مرحبا سالم علي. سالم علي الحين ما عليه بعاني على فجأة توك ترمس ويا هدى ونطري المغرب. شو رايك بكرمها للمغرب؟ والله المغرب طيبين. احنا صرنا لها ويا الاهل مرة وتعرفنا على عائلة من الشلوح. الشلح نزيل. هاي من صوب مراكش. نزيل. ناس اصحاب كرم طيب، اصحاب دين يعني طيبة اللي فيهم ما فيها. زين. صراحة استأنسنا يوم هالكلام أكثر من 10 أو 15 سنة. وما زلتم متواصلين وياهم؟ نعم متواصل وياهم بالتلفون بس، ويعزموننا دوم. حتى كنا ساكنين بفندق قالوا لا ما تتمون بالفندق، أنتون تسكنون عندنا. أنت ساروا يا فريجك؟ نعم نعم ويا الأهل كله. زين. لموني يوم أقول لكم عن هالمغرب، هالمغرب كرم ودين وثقافة ونظافة ولطافة وأخلاق، ذكورهم وإناثهم كل الناس فيهم خير وبركة، يغير حد عن حد مفنود وحد عن حد مميز، وكمية وكل بلد فيها الزين وفيها الشين. يغير زين المغرب طاغي على شينه، مثل ما نحن عندنا زين وعندهم وعندنا شين، يوجد عندهم زين والشين. ومثل لو الدنيا اللي كلها زين والعرب كلها زينين شعب بوي بتلقطون بس جنة ما شي نار. ليش رب العالمين سوى جنة ونار؟ حق هل بالخوب جنة وهل بالخراب جهنم. يا رك الله يا سالم علي. مرحبا والله ابو سعيد. مرحبا باجي. الله يحفظك. انا زرت المغرب الله يحفظكم. زرت المغرب العام كنا عام الاول، وموجودة زيارتي على اليوتيوب. لقيت الكرامة والحشيمة والنظافة والترتيب والاخلاق، وفي كل ما شفته الجو الجميل والتضاريس والأسواق وكل ما هو جيد وجميل شفته. وخدت جولة جميع أنحاء المغرب، ما خليت بقعة تعد وتذكر. وكل زيارتي للمغرب موجودة على اليوتيوب. شيء بلد حضاري تاريخي مكافح، شعب لطيف نظيف وايد فنان. مكة أشرف بقاع الأرض. في سجن وفي حديقة، اللي يبى السجن يدل دربه واللي يبى الحديقة يدل دربها. وهي مكة أشرف بقاع الأرض، المدينة المنورة، أطهر موقع موطئ قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ومرقد الرسول صلى الله عليه وسلم. في زين وفي شين، كل بلد في الدنيا العودة فيها زين فيها شين. بلدان المسلمين كلها جميلة كلها زينة، يا غير المغرب بلد مميز لطيف نظيف، ناس طيبين خايفين من الله، في كل ما تعني الكلمة من معنى. الله الشاهد علي، وناس وايد اللي ساروا ويربوا البلاد جميلة وجوها من أروع ما يكون. وأنسب وقت حاليا قريب بيستوي وقت الربيع، شهر 4 وما فوق، شهر 3 و4 و5. يا سلام سلم الربيع والأزهار والدنيا تغني. نسيت أقولكم البلاد أبوي رخص التراب، كل شيء فيها رخيص. البلاد رخيصة وعقارها زين وكل شيء فيها موافج. مصر بلاد زينة ونظيفة وفنانة وخيرين أهلها، مكان زين ومكان شين. كل بلاد هالنمونة، الأردن، سوريا، كل بلدان الدنيا زينة. بلاد المسلمين تراها، بلاد اليهود، بلاد الكفار بعد زينة. لكن كل بلاد على حسب تكيفك أنت يا الإنسان، كيف تعيش، وين تسير، وين تي. أنت أخلاقك
هي ليه تقودك وين تصير وين تي؟ هي ليه مخك اللي يوديك وين تصير وين تي؟ مكان الخوب الدله ومكان الخراب الدله. يلا بس عاد عليكم عندي ابو هذا ما برمس وياكم وايد بس اعرف وياكم سالم علي احمن كل دقيقه عفتلكم. يلا بس لكم ان احنا متفقين اليوم نصور لكم طريقه خلطه المبيد اللي يقضي على صانعة الأنفاق اللومي ما بيك يتقرفط أوراقه وتتقرفص في أطراف الأوراق. فنحن عندنا الدواء والعلاج الليلة إن شاء الله بنرويكم الطريقة والمكونات والخلطة كل مزهبين حين وكل زاهب يغير استوالي شغل في الجوازات الاتحادية وإن شاء الله أني بسير عندي شغل وبخلص. أتوقع أن العصر أو يمكن القايل الروم نسوي التصوير ان شاء الله بنزله على الانستغرام واليوتيوب والسناب كل حي ان شاء الله. فاكرين يقولوا خلصوا هل بالسيائير بعد ما شاء الله مصطفين ها خلاص قول والله يلا راوني يلا راوني طف قدامي طف قدامي. كم كملت وحينا 3 ساعات انت قايل ساعتين ونص ساعتين وعشر دقائق احلف صدق والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل شيء ترتب زي ما كان. ايوه طبعا بس هاي شوي هسه اعطيها ساعه بعد الغسيل بتكون اوكي ان شاء الله يعني شبه ناشف هو. ايوه الحين تخلون شيء هاي المجلبات هالنمونه اخلي عشان الهواء يدخل داخل تتهوى لمده كم ساعه لساعة ونص بالكثير. هاي الغبار كله طلع شوف. اي والله 100% ان شاء الله. شكرا جزيلا. بالعكس الله يسلمك. شكرا وبارك الله فيك. وحين هذا المفروض كل كم يستوي؟ يعني انا بين شهر لثلاث شهور لازم. كل 3 شهور يعني يسوى مره؟ بين شهر لثلاث حسب الاستعمال حسب اللي. تعب اكلم فيه. تعال شوي ماجد أيوة. اقول لك ماجد من الشركه هاي مالك كنت ولا انت تشتغل فيها ولا منو مالك؟ انا مدير المشروع كامل. اها منو مال المكتب؟ لا أيوة. تقول اساميهم خلهم كمواطنين صح؟ مواطنين طبعا. انت بس موظف؟ انا موظف في مسؤول المشروع فقط لا غير. والاداره كلها اماراتيه 100% 100% طبعا. بارك الله فيك. الله يسلمك. جزاك الله الجنه وسلم على معازيبك كثير السلام. شكرا لكم. نتمنى ان الله يعودهم سالمين غانمين. تسلم الله يسلمك. شكرا. مساكم الله بالخير. ظاهر قال لكم عندي شغل مفروض اني اظهر من وقت يوني الجماعه وتاخرت ولست وياهم وما بحسافه ما بحسافه ولا بغميضه. زياره مفاجئه وزياره كانت خفيفه وانبسطت وياهم ويعلى الله يحافظك يا سالم علي ويصبرك على فراق ولدك سعيد. يعلى الله ياجرك ان شاء الله على صبرك الجنه ويا الله يا رب تخلف عليك بالخلف الصالح. تو مفارج وليده يمكن 27 26 سنة راس ماله هالولد لكن سبحان الله الله عاطنا القوة هو وام سعيد عاطنهم القوة انه فارقوا فلذت كبدهم هو ما زالوا متماسكين. يا الله يا رب انك تغفر لسعيد بن سالم بن علي الزعابي وتصبر والدي على فراقه. نعم الموضوع اللي بغيت ارمسكم عنه الله يحفظكم من الصبح صباح الله خير ويالس هتريا متى بركب سيارتي حب اخبركم. حكومتنا فنانه ورقم واحد. بلادنا كلها فنان ورقم واحد. متميزين ورقم واحد في كل الامور في كل الامور في السياسه الخارجيه والداخليه نسبه للتعليم للتطور للعمران البنية التحتية النظام القانون الشريعة أحكام الله مطبقة وين ما تسير في الدراسة في الثقافة في كل ما وين ما تسير نحن كله رقم واحد. وهذا كله يلا يحفظكم من بعد جهد بعد جهد حثيث وتعب رجال تسهر بطريقة مكوكية ترضى تدور الشيء العدل انها تجلبه للبلاد وتعلم عيالنا أحسن درس وأحسن ثقافة وأحسن معاملة من الجامعات والمراكز الصحية والشوارع والجسور والبنية التحتية هذا كله موجود عندنا. السنة هذه سنة التسامح أطلق عليها بالرغم من التسامح هذا موجود من سنين منذ الخليقة من استوى الإسلام وهو دين التسامح اسمه لكن مطبق عندنا من أول ما استوت الدولة
من قبل ظهور النفط وقبل ظهور البترول. والدين دين تسامح، بلادنا بلاد تسامح، حكامنا حكام متسامحين، شعبنا شعب متسامح متجانسه، جميع الأطياف وجميع القبائل، لا عندنا قبلية، لا عندنا تفنيد هذا أبو فلان ولا أم فلان ولا هذا عرق العرق الفلاني ولا ديانة الديانة الفلانية، متسامحين ومتجانسين ونمشي في درب واحد، اليار منا يساعد ياره بغض النظر عن أصله وفصله، وين ياي وين وين ياي وين وين متنتي، ما حد ينظر للموضوع هذا من استوينا لين اليوم ولله الحمد. فلذلك يجب المحافظة، يجب المحافظة على الوضع اللي نحن وصلنا إليه، وصلنا إليه هذا ما يبين يا من بعد نطة ونطيطة وجولات مكوكية من وزراء وحكام وأولياء عهود، يبعد تعب الوضع اللي نحن فيه، اللي تشوفونه هذا نحن هذا مغبوطين عليه ومحسودين إن نحن وصلنا إلى هالمواصيل. الدول المتقدمة قبلنا ظاهر عندهم الخير وظاهر العز وظاهر الكرامة عندهم بآلاف السنين، يبوكم ما راموا يوصلون ربع مواصيل اللي نحن بلادنا وصلت له. هذا يا جهد وتعب وشيء متعب وشيء يعني خذ فترة طويلة، فلذلك يجب المحافظة عليه. المحافظة كيف تحافظ عليه؟ كيف تحافظ على رقمك الواحد الأول هذا؟ تظهر رقمك اللي هو رقم واحد والمحافظة عليه بكونك انك انت تبرز كل ما هو جيد، كل ما هو يعكس بيئك الطيبة، تربيك، نشأك، من وين جيت وتنتيت. هذا الامر وايد ضروري تصقله وتظهره بالشيء الايجابي، ما تيلس تسوي شيء المخل بالآداب، المخل بالشرف اللي يظهر بلادك، يعني شيء استوى سنين الله والحكومة تسويه. انت تتميز بالشيء الصح، بالشيء الحلو، ندريبك تبى تتميز ما عليه، تميز بالشيء اللي هو الفنان، ما بتسوي شيء مخل بالشرف والآداب وتتوقع ان هذا هو اللي بيميزك، بالعكس هذا يردك الى الخلف، هذا يردك الى الوراء، بتستوي رقم صفر، ما بتسعة ولا ثمانية ولا سبعة، بتستوي رقم صفر، لانك انت تبى تتميز بالشيء السلبي. لا، معلوم انك تبى الشيء الصح، لكن فكر، الله عاطنك مخ وحواس، فكر بالشيء الحلو وسوه، كانك بتصور، بتمثل، بترمس، بتسافر داخل الدولة وخارجها، بتسوي الشيء اللي يظهر انك انت رقم واحد، وانك انت حقيقي رقم واحد، مش بس الا رمسة رقم واحد، البلاد رقم واحد، لكن انت يوم ظهرت حين وصورت المقطع هذا ولا رمست الرمسة هذه، مفروض انك تكون انت بعد حتى في منطوقك، حتى في كلامك، في حديثك ويا العرب، في معاملك ويا الناس، تكون رقم واحد. لا تنظر انك انت ساير البلاد الفلانية وما حب يشوفك ولا ما حب يعرفك ولا ما حب يحسبك، بالعكس بينحسبك وبينعرف كل كلمة انت قلتها، لانك انت جوازك رقم واحد، جوازك هو شخصيتك، جنسيتك هي شخصيتك، كيف بتصير؟ فمدام جوازك رقم واحد فأنت رقم واحد، وأنت خارج الدولة ناهيك عن يوم تكون داخل الدولة، خارج الدولة مفروض أنك أنت تكون رقم واحد، كانك في مطعم، في ساير، في درب، في مركز، في مستشفي، في سفارة، في وزارة، في طريق، راكب باص، راكب قطار، راكب روز ريز، راكب طيارة، مفروض قطاع انك باخره انك انت تكون رقم واحد. كيف تكون رقم واحد؟ جوازك ترى رقم واحد معروف، هذا من البلاد الفلاني، انت حين ما تمثل عن نفسك، انت تساير تمثل دولة كاملة، كل انسان من يظهر من داره يمثل بلاد كاملة، ما يمثل نفسه، فلذلك مفروض انك انت تبتعد عن اي مكان مشبوه، أي مكان مشبوه، أي تجمع مبزين، أي مكان يحصل فيه شيء غلط، لأنك الله عطنك مخ فتعرف أن هذا الشيء غلط. لا تقول بسير محبي يشوفني، لا تقول بس بتكلم محبي يسمعني، لا تقول بمشي محبي يدريبي، الدنيا كلها مراقبة، وين ما لازم أنت أصلا يا الإنسان تراقب عمرك قبل ما حد يراقبك، الله سبحانه وتعالى فوق يطلع على الأمور كلها، ما يتغبى،
شو اللي ما كان؟ الشيء اللي ما استوى، هذا ما كان، لكن شيء استوى لازم الناس بتدريب. رب العالمين انغبيت عليك، على الله ما شيء غبي، رب العالمين هم اطلع على كل شيء. لا تقول بسير مكان تجمعات ولا مكان مظاهرات ولا مكان يتكلمون كلام قاصر عن أي مكان، صفة عامة. فلذلك تبعد عن الشر وتغني له، بتكون أبوي أنت في خط الأمان. الحدث اللي مبزين السيء، الشيء المبزين يستوي في المكان اللي مبزين، الحدث السيء يستوي في المكان السيء. فليش يصير المكان السيء أنت؟ لا تصير المكان المبزين، صير المكان الزين، بتلقط كل شيء زين فيه، كل شيء زين في المكان الزين. الشيء المكان البطالي، المكان اللي بؤرة الحدث البطالي، ترى مثل نافخ الكير يلحق منه الشرار، وبائع المسك يلحق وراك الريح طيب يلمسك انت. كم بويت انا حين من اخر الدنيا، ما خليت مكان ما سرت، خلصت شغالي وحين جاي بيتي بتغدى وبصلي ان شاء الله العصر وبرقد شويونه. وموضوع الرش المبيد العضوي وطريقته وعلمه وخبره ان شاء الله ان بكره الصبة نزله. بعدني ما حطيت لكم الاشياء بالضبط المقادير، سيروا على الموضوع اللي هو باكر بيستوي تركيبه بالضبط، بالضبط شو هي وشو المكونات والمقادير، في اشياء ناقصه ان شاء الله بكره بنحط لكم، بنسجل تسجيل كامل ينحط ابوي على السناب وعلى الانستغرام وعلى اليوتيوب اذا الله جعلنا من الحين ان شاء الله. صلاح منو حبيبك؟ الحين محسن حبيبك انت، وانا انا يعني بعداك ما تقول لي حبيبي؟ زين حبيب بدون زين حبيب. انا يعني مش حبيبك صلاح؟ شو؟ شو قايل لك؟ متفقين عليه؟ هاي واحد الساعة 7 الصبح مش عارف فين. مش عارف يجهم. من زمان شي مشكلة حبيبي. يا باشر صب ما بتينا؟ باتي ولا هبي ما عندي مشكلة، خبري هي ولا لا؟ بس المستشفى؟ لا هني الدابي. زين ما شي مشكلة حبيبي. يوم بتخلص المستشفى تعال عندي. مشكلة. ها. صلاح يصدر أوامر. لا. السيد هو. السيد الفلاح؟ لا. هذا ما يسبح. إيه. يقول لك بكرة. بكرة بتصب أقول تروح من المستشفى هذا. هي سيد المستشفى ما تون عندنا. ما شي مشكلة صلاح. ما شي مشكلة. أول يجي سلام هني. لا بتينا قبل هني لو بتسيب منك على هواك حبيبي، بغيت تينا مرحبا، ما تبى تصير سيد المستشفى الله يحفظك، ما شي مشكلة. يبون بلاليط صلاح في المستشفى، يبون بلاليط انت على كيفك. الحين وين ناوي تصير انت؟ خلي ليك فاتن الحين انت وين بسير؟ بتيلس روحك كأنك ساحر، بتهيلس روحك. انزين ما علي الله يحفظك. باكر بتونا، باكر بتونا، باكر بتونا هلو هب جايين. ما ابو خالد كيف ما تعرف؟ ابو المستشفى بتون ايه اول شيء بصير المستشفى عقب بتون. انزين يلا توكل على الله. ما ادري على كيفك، انت شفت عمرك تبتي الصبح تعال، تبي تصير وتي عقب المستشفى بعد تعال. انزين يلا شو تسوي له؟ اعمله كذا. يقول لك لاتي؟ يقول لك لاتي؟ هذا حرامي بعد، يلا خلي ولي، خلي ولي عنك. يلا مع السلامة حبيبي. إن شاء الله، يلا. من النوادر أي الجيم من وقت. عادة هي الساعة 8:30 9 إلا 4. اليوم جيت من وقت والمشكلة شو اللي مستوي؟ جيت الله يحفظكم ونسيت بعد شنطتي. الحين الدريب والبيرد وبين، يعني جيتي من وقت وقلها واحد، يعني بتري الدريب ولين يجيب الشنطة. قاعد يدورني.
ترى ما شافني مبوجر. شو ظنكم؟ عناية. Thank you very much. Thank you. Welcome back. يلا. شو اليوم الجيم ها؟ شوفوا. شوفوا خرق الله. بقولكم أمم اليوم ممزور من التتش لين عينه الجيم. لين عينه. ها. أقروبات وما أدري شو خلق الله ما خلق اليوم من التتش لين عينه. هب 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 هب. يوم الجيم ولا لاني انا من وقت ضنكم. بالنسبه عن اللي يتخبرون عن المبيد العضوي اللي نحن مسوينه ان شاء الله ان بكره بسوي لكم الطريقه والكميات والمقادير لحد يستعين في شيء بعد ناقص بكره ان شاء الله بيكون موجود وبنحط لكم اياه. التركيبه ناقصه في عنصر واحد مش موجود ما صورناه وان شاء الله بكره بنحط في التصوير ويتصور بنحط في اليوتيوب والانستغرام والسناب وتويتر. اربع نمونات مثل القطول في اربع اماكن يلا محاصرين لان هذا وباء وايد كبير ومنتشر في الزراعه كامله وايد ضروري وزين حتى عن للنخل وقت عن العناكب وقت الرطب وهذا عن العناكب اللي في النخيل وايد زين ان شاء الله بتستفيدون منه كلكم وغير مكلف ومجدي وفي فائده وغير ضار صديق للبيئه. يلا كل هذا باش ان شاء الله بتقطون الصبح. العناكب اللي هو مرض التغوفير شيء من نخل ما يغوفر الرطب يغوفر يغدي شرات يغدي شرات الغبارة عليه شرات المدخن في القطة وشرات نسيج العنكبوت هذا النخل يسمونه مغوفر. التغوفير هذا دواء بعد ضروري عن التغوفير الشيء اللي الرطب اللي مغوفر العدود في القطة مغوفر هذا علاج دواء دوي بدوي. أقولكم دوار كان طرشه فيديو ياسف في مزرعته وما أدري شو زارع شيء شرات الفندال وهو ما بفندال شرات الفندال وهو ما بفندال ما يندرى بالشو هذا وفيديو ترمس عنه تقول بتي بلي من هذا يوم بتي تقول فنان يصلح حق الريوق أو إنه يصلح حق صالون ما أدري شو يصلح مليون شيء وشيء قالته. يلا بحط لكم يا حين فيديوها لك غربه هلا ترى طاهر ما ظهرت عمرها قلت لها ازيد بيوم بتندبين شيء اظهري عمرك وانت الناس بتشوفك انت ما تبي تشوف زراعتك. هي السلام عليكم هذا كله اسمه الروت واجد تام واجد الو هذا انت اكل واجد ويل ما شاء الله that's why our grandmothers they live more years because they heat something without oil. They boil, they eat it, they boil. Look, look this one. There's one here. Yeah, mashallah, this one. It's very nice. This is very nice. It's called arrowroot. You boil, just only to boil, like sweet potatoes, put small salt and eat. It's very nice. That one, wow. Give me heart. Give me, wow, mashallah. So, see, sir, one jit tam wada. Inshallah, I'll bring one for you. Not one. Tarata kamsa, inshallah. This one is very nice when you boil it. You put mile, you eat. It's nice for the futur. It's nice for the breakfast. It's nice even for the, you are born day, no acid, you know what. And it's nice, it's beyond muscles. Nice. That's why Kenya kulonduba. شكراً. قبل شوي ما حطيت لكم فيديو مطرشت ان الدوار كم بلادها اتحرى فندال انا ظهر هذا ما بفندال توه كلمني حمد البيرق ما شاء الله عليه قال لي خالد هذا ما بفندال هذا يسمونه أولآس المصريين هذا يسمونه أولآس وهذا ورقته نبته يسمونها بالانجليزي 11 year ال 11 year يعني حسب ان الورقة الشيرة هذه شرات اذن الفيل وهي على ما تشوفونها توني حطيت لكم اياها فلذلك بالانجليز يسمونها 11 year والمصريين يسمونها أولآس
نحن بالعربي والله ما أعرف يسمونها عادة بالمصري ترى عربي، لكن بالخليج ما أدري يسمونها أصلاً، ما يظهر أظني في الخليج لأن يبقى كثافة ماء وتبقى مكان ما فيه ما فيه رياح، وكان اللي تزرع فيه هاي الشيرة اللي هي نوع الخضار هذه لازم ما يكون فيه مهب، هذا ما يقهر اللي هو شرات الموز، الموز بعد ترى ما يقهر الهويات فقير، فلذلك يحب الموز يحب الغتل ويحب الأماكن اللي ما فيها هويات، البواطن عندك الحيور دوم فيها هويات ما يظهر فيها الموز جليل، لكن الباطنة ساحل الباطنة كل نخيلها فيها موز، والسبب شو؟ إن الباطنة ما فيها رياح ما فيها هويات وماها عذب وأرضها طيبة وكل ما فيها زين، شرات أهلها، أهلها طيبين وما هم بعد عذب، وهم كبرهم هالعمان عذبين، على الله يحفظهم ويبارك فيهم يطرح البركة في يحفظ إن شاء الله السلطان قابوس، ويحفظ إن شاء الله الحكومة والشعب والناس كلها في كل البلاد من بلدان المسلمين، هذا أولا. وثانيا الشيارة الله يحفظكم اللي هي الأولئاس تحب الري الزيادة، تحب الماء، تحب الخرس، فلذلك تستهلك مياه وايدة، فالأولئاس هذا يزرعونه في الأماكن اللي تكون يكون قرب للنهار أو مياه الماء وايد عالي، نسبة المنسوب الماء فوق عالي، ما بشرات شيء من اللي بقع تحفر له 400 و500 قامة يلا يلا يشتغل غطاس 5 دقائق. الحمد لله على كل حال، أسعد عليكم.